아, 뭔가 또 나사네. ماما ايه يا حبيبتي؟ انا اروح لبكرتونه يا ماما عشان ادي الاكل. يعني يا امنيه ينفع كل شويه كده؟ يا امنيه مش معنى حبيبتي اللي هو انقذك من الخطف اللي انت كل شويه تنزلي له اكل وشرب. بس انا بحبه قوي يا ماما. عارفه يا حبيبتي وهو راجل طيب، بس يا امنيه كده ما ينفعش. طب اعمل ايه طيب يا ماما؟ ياكل ويشرب ازاي؟ في فكره حلوه قوي. ايه هي؟ ايه رأيك بدل ما ننزلوه كل شويه اكل ان احنا نجيبوا له شغل؟ يعني بمعنى اصح، ايه رأيك لو جبنا له شويه حاجات يبيعها وهو بقى يعيش مع نفسه، الفلوس اللي يكسبها يجيب بيها اكل وشربه احسن. صح يا ماما، فكرتك حلوه قوي يا ماما. يعني عجبتك؟ عجبتني. طب خلاص تيجي ننزل نشتري له حاجات يبيعها. طيب ماشي، يلا بينا. نعرف واحد بتاع الجمله كويس قوي. ماشي. بص انت طيب، انت كمان طيب وحلو، انا بحبك. هذا ابوك، هذا ابوك. ماشي يا ابو كرتونه، ماشي. بص بقى، المهم ركز معايا شويه يا ابو كرتونه، ركز معايا. بص يا ابو كرتونه، دي لعب اطفال. لعبه؟ ايوه لعبه. اللعبه دي انت هتبيعها، الواحده من دي ب50 جنيه. يعني لازم حد يديك ورقه زي دي بالظبط، مكتوب عليها 50 جنيه. ورقه زي دي بالظبط، ما تخليش حد يضحك عليك. بعبه؟ ايوه البعبه بالفلوس دي. ماشي، لو حد عطالك فلوس تانية غير دي ما تبيعلوش اللعبه، ما تخليش حد يضحك عليك. جدع يا ابو كرتون، هتبقى شاطر وهيبقى معاك فلوس كتير قوي مش ورق. مبسوط؟ انت طيب. بس بقى عخليدي على اللعبه. يلا لعب اطفال، يلا لعب اطفال، قول لعب اطفال. يلا بعبه 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 بعبه. ابو كرتون بص 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 كده. يلا باي باي يا ابو كرتونه، ورقه زي دي. يلا باي. طيب طيب، بعبه 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 بعبه. ماما. ايه يا حبيبتي؟ ماما انا عايزه اشتري العاب يا ماما. بس يا غزل بصي اللي واقف عليها عامل ازاي، يا غزل بصي شكله عامل ازاي. يا ماما والنبي، ما انا عايزه العبها. والنبي يا ماما والنبي. طب يا حبيبتي بس، انا نفسي في لعبه يا ماما. طب بس اسمعيني اسمعيني، ده شكله وحش قوي يا غزل، وبعدين ممكن اخاف يروح عنده هناك يضربنا. يا ماما يا ماما، ده باين عليه ماما اللي هو غلبان. وبعدين بصي يا غزل شكل ايده مش نظيفه ازاي، انا لا يا غزل مش هينفع اشتري منه. والنبي يا ماما، ده شكله غلبان. طب بصي يا غزل، انا ما اقدرش ازعلك، طب تعالي كده نشوف. ماشي. تعالي. بعبة 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 لعبة. ازيك؟ انا عايزة لعبة. بعبة لعبة بعبة بعبة بعبة. ماشي اختاري، شوف انت عايزة ايه. طيب انا اختار دي. طيب دي بكام؟ اللعبة بكام لو سمحت؟ عمو قولي له يا غزة، اسأليه انت. طيب عمو عمو، اللعبة بكام؟ اللعب بص بص بص، اللعبة دي بكام؟ فلوس فلوس بكام؟ الفلوس. خمسين. بخمسين جنيه؟ خمسين جنيه؟ ها؟ طيب ماشي. هذا ابوك هذا ابوك هذا ابوك. لا غلط كده، ما ينفعش. انت بتضحكي يا غزل، ما ينفعش كده، ما ينفعش. ابو كرتونه ابو كرتونه ابو كرتونه، اسمه ابو كرتونه يا غزل. ماشي بص، طيب اتفضل ال 50 جنيه اهي، وعايزه دي. لا لا ايه اهي، بص 50 جنيه اهي، 50 جنيه ورق ورق. لا ده مش ورق، دول 50 جنيه. التانية مش دي خالص. لا انت عايز اللي هي على بعض يعني. انت حرامية. لا والله مش حرامية، دي 50 جنيه. حرامية على فكرة كده، ما ينفعش. لا انت حرامية. لا انا والله مش حرامية، دي 50 جنيه. دي 50 جنيه. طب هي طب دي مش ورق. تانية واحدة.
انت عايز المجمدة يعني اللي 50 جنيه اللي على بعضها؟ ده ورق. لا ده مش ورق والله، دي 50 جنيه. لا 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 وحش. امشي. طب خلاص 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 امشي. تعالي يا غزل تعالي امشي. وحشة انت، وحشة وحشة. ابو قرطونة بعبة 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 بعبة. يا ماما. نعم يا مكة. انا عايزة لعبة من عند عمو اللي هناك ده يا ماما. ايه يا مكة ده يا مكة؟ هتشتري من عند ده؟ ده شكله متسول يا مكة، وبعدين شكله سرق اللعب دي. ماليش دعوة يا ماما، انا عايزة لعبة بدل ما اعيط والم عليك الناس كلها. طب وليه يا مكة؟ تعالي تعالي هشتري لك. حاضر. بعبة 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 بعبة. لو سمحت بعبة، انا عايزة لعبة. بعبة. ماشي، عايزين واحدة. هذا ابوك هذا ابوك هذا ابوك. شو قلت لك متسول يا مكة؟ انا عايزة لعبة. بكام اللعبة لو سمحت؟ 50. طيب حاضر، اتفضل ال 50 جنيه. في ايه؟ يا عم في ايه يا عم؟ تدينا اللعبة عشان نمشي. خد فلوسك اهي. انت وحش. انا مش وحش، انا ما عملتلكش حاجة. لا وحش انت. معلش خد فلوس يلا. 50 جنيه. بعد اذنك استني في ايدك. لا ايدك. ايه في ايه؟ طيب اه ما هي حق اللعبة اهي. فلوس رميتها في الارض ليه؟ بعبة. ماشي لا خد عنا. انا عايزه اللعبه البنت. بعبة بعبة لابو كرتونه. انت هتفتحها ليه؟ بعبة بتاعت. لا هي مش بتاعتك، بتاعت بنتي انا. لا انا العب بعبة. اللعبه بتاعتي انا. واحده غيرها. لعبة. بس يا مكة امشي امشي. اجري يا مكة. امشي ابو كرتونه نلعب. ابو كرتونه ياكل. انا ابو كرتونه. بعبة ثواني بس، انا قلت لك تبيع اللعب دي كلها مش تلعب بيها. ده شغلك، ده شغل ده. ابو كرتونه جدع. ما انا عارفه ان انت جدع وشاطر، بس انا عايز اقول لك على حاجه. ما ينفعش تلعب باللعب دي. بص لا مش عايز، مش بيتاكل ده. بص انا هقف معاك ابيع. ماشي. الو الو ابو كرتونه. ازيك يا ابو كرتونه؟ انا ابو كرتونه. بجد؟ الو انت قوي. انا ابو كرتونه. الو ابو كرتونه. بقول لك هساعدك، اقف معاك وابيع. ماشي يلا لعب اطفال. عندي لعب اطفال. يلا لعب اطفال. يلا يا استاذ فرح بنتك. يلا يا استاذ فرح بنتك. لعب اطفال. يلا لعب اطفال. يلا لعب اطفال. بابا. ايه يا حبيبي؟ انا عايز لعبة يا بابا. بس كده اللي انت عايزه؟ ربنا يخليك ليا يا بابا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا عم. اللعبة بكام؟ اللعبة بخمسين جنيه. 50 جنيه؟ اه. ايه في ايه يا ابني؟ ما تمشي من هنا ده يا حبيبتي. لا ده التسول ده. بص الحاجات دي كلها بتاعته هو، انا بساعده. بس يا ابو كرتونة عيب كده. ابو كرتونة؟ عيب، خليك شاطر، ما تبقاش نوت. خلاص انا عارف. ماشي يا حبيبتي بكام بقى؟ بخمسين جنيه. 50 جنيه؟ اه. طب عايز واحد. طب هو ماله ده؟ ابو كرتونه. مالك في ايه؟ انا ابو كرتونه. يعمل لك ايه يعني ابو كرتونه؟ لو سمحت يا عمو ما تزعلوش. هتغلس في ايه؟ لو سمحت يا عمو ما ينفعش كده. ما ينفعش تزعق. انا خايف منه قوي. ما تخافش يا حبيبي ما تخافش. ابو كرتونه. انت وحش. انت اللي وحش وستين وحش. ما تضربوش. ابو كرتونه بيعمل كده ليه ده يا بابا؟ بس. ابو كرتونه قوي. انت مجنون. ما تهزرش مع حد غير معايا انا، فاهم؟ اقعد يلا.
العب يلا باللعبه بتاعتك. خد يا حبيبتي. يا عمو ده غلبان ده يا عمو، ما تجيش عليه حرام. ده غلبان؟ كفايه الزمن عليه بس. خد يا حبيبتي. 50 جنيه؟ ايوه. ايه خدي ابو كرتون، قلت ايه؟ يا بابا انا خايف منه يا بابا. انت غلط. يلا بينا. يلا يا بابا. معلش يا ابو كرتون، انا زعلان. ما تغلسش على حد تاني. انا زعلان. طب بص انا بعت ازاي وعطاني فلوس. بص شايف الفلوس دي؟ ام كرتونه ايه؟ ضحك عليكي. لا ما ضحكش عليا. دي مش فلوس، ده ورق. لا دي فلوس. لا ورق. انا شاطره، مفيش حد بيضحك عليا. دي فلوس، دي فلوس. ودي كمان فلوس. لا ورق. لا فلوس. ام كرتونه. نعم. ضحك عليكي. ام كرتونه ايه؟ ضحك عليكي. لا يلا لعب اطفال، عندي لعب اطفال. بعبه 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 بعبه. يلا لعب اطفال. بعبه بعبه. يلا لعب اطفال، عندي لعب اطفال. يلا لعب اطفال. ماشي يا ابو اسمار. ماشي بقى. بص تشتري لعبه يا امنيه. انت بتبيع لعب ولا على اخر الزمن؟ ايوه انا بساعد. ساعد مين؟ بساعد ابو كرتون. ساعد زود؟ بجد والله امنيه. ايوه بساعد. يعني انت تشتري منه حاجه يعني تراضيه؟ لا انا ببيع له اللعب دي، اللعب دي بتاعته. انت بتبيعيها بنفسك؟ اه. لا حبيبتي غلط يا حبيبتي، ده مجنون. لا انا بحبه، ده مش مجنون. اسمعي مني، ده عبيط، ده هو بص ده عبيط، ده ممكن يعمل فيكي حاجه، ممكن يخنقك يخبطك بحاجه. لا ده صاحبي. ده صاحبك؟ بص مش انت صاحبي؟ ام كرتونه. نعم. طيبه حبيبتي ام كرتونه. انت كمان طيب. مسكر. عامل ايه مسكر؟ انا بحبك قوي مسكر. طيب؟ اه. طيب انت؟ اه مسكر. تعرف مسكر؟ بحبك قوي والله مسكر. في فيلم حبيشه مسكر حبيتك وانت بتموت كده. لما حبيشه عامل لك عزم مسكر. ايه ده؟ هو فيلم هو ولا مسلسل؟ لما كان قاعد في العربيه مسكر. لا لا مسمار. قوم من جنبه. يلا هتلاقي جنبه ليه ده؟ في حاجه غربان يلا، ما بيستحماش ريحته معفنه. خد يلا مسمار. ما تقعدش. ابو جاي يلا مسمار. يا بابا ولا حط صدر صدر. يا مسمار يا بابا ما تهزرش معاه عشان ما مدش ايدي عليك. ماشي. لا لا يلا خد بعضك وامشي من هنا. يلا طيب والله ده طيب. ده يا امنيه انا هقول لابوك. يا امنيه خلي بالك يا امنيه، ما تجيش دعوه بالاشكال دي يا امنيه. وانت ما تلمسوش يا مسمار. ايوه غلبان. هزعل منك يا مسمار. حاضر يا بابا. امنيه كرتونه ولا ابو كرتونه؟ اسمع مني يا امنيه، مشي الاشكال دي من قدام العمار. مشي الاشكال دي من قدام العمار. اسمع مني انا، ده مش بيعمل حاجه طيب خالص. لا اسمع مني، ما تجيش دعوه بيه. انا هكلم ابوك خلي بالك اول ما اشوفه. يا عم سيب ابني يا عم. انت مرووش انت. ابو كرتونه سيبه. انت مجنون. ابو كرتونه سيبه. وانت طيب يا مسكر. طيب طيب مسكر. ابو كرتونه الله يسمه مسكر. مسكر يا بابا. مسمار. سلام يا مسكر. بهدل لك هدومك يا مسمار. الاشكال دي لما لكش دعوه بيها، لما تشوفها في الشارع تطلع تجري يلا مسمار. يا بابا غلبان بتاع ربنا. غلبان ايه يا عم؟ ده شكله غلبان. اوبا يلا يلا يا بابا. لا يا ابو كرتونه. لا امد ايدي عليك. ابو كرتونه هضربك. امد ايدي عليك. عاوز ايه؟ يلا يا بابا ده ما بقولش. امد ايدي عليك يا ابو كرتونه. ما ينفعش كده. واحد ده مجنون. تعالى يا مسمار. ده مجنون. يلا يا بابا اجري. ابو كرتونه قلنا ايه؟ وحش. ما ينفعش تضرب حد. ابو كرتونه هو ضربك عشان تضربه؟ مش عارف يلعب. طب اقعد يلا. طب قول معايا يلا لعب اطفال. بعبه بعبه بعبه. يلا لعب اطفال. بعبه بعبه بعبه. يلا يا استاذ فرح بنتك. بعبه. يلا يا استاذ فرحي بنتك. بعبه. لعب اطفال. بعبه. يلا لعب اطفال، عندي لعب اطفال. ايه اللي لسه معاه بوداني ده؟ في ايه؟ انتي واقفه بتبيعي مكانه؟ ايوه هو مش عارف يبيع لحد كده يا امنيه، ومش هسقط خالص يا امنيه. ليه يا ماما؟ احنا عملنا له مصدر رزق وخليناه يشتغل ويبيع ويصرف على نفسه، احنا مالنا؟ بس هو طيب يا ماما. انا ساعدته كده بما فيه الكفايه. بص يا امنيه، لو لقيتك نزلتي كده من العماره سلمتي عليه حتى انا مش هسيبك. بس هو ساعدني وانقذ حياتي يا ماما، كفايه قوي. واحنا ردينا الجميل وعملنا كل حاجه كويسه. خد يا ابو كرتونه، انا كده ساعدتك كتير يا ابو كرتونه. بيع لعبك يا ابو كرتونه وانا هاخد امنيه. بس دعوه بيها خلاص. لا مش هقدر اسيب. يلا يا امنيه عشان خاطري يا ماما. ايه اللي انت ماسكه في ايدك كده؟ دي فلوس. دي فلوس اهي.
هات بيها اللي انت عايزه، هات بيها لعب تانيه، اعمل اللي انت عايزه. خد الفلوس مش ورق، فلوسك في كرتونتك هي ابو كرتون. يلا قدامي. لا يا ماما عشان قدامي انا بحبه. يلا امنيه. يا ابو كرتون زعلان، يا ابو كرتون زعلان، ماليش دعوه يا ابو كرتون زعلان. ابو كرتون يعيط، ابو كرتون يعيط، ابو كرتون زعلان، ابو كرتون يعيط.